ولنقاش انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن والتطورات الأخيرة، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة إسطنبول تركيا الناشط الحقوقي محمد الأحمدي. أهلا بكم سيدي. مرحبا بكم المشاهدين. انطلاقا من التطورات الأخيرة في مدينة مأرب ومعاناة النازحين هناك، كيف تفسر أهداف ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بعد نزوحهم واستقرارهم بمأرب مؤخرا؟ لم تتوقف جرائم ميليشيا الحوثيين طوال السنوات الماضية منذ انقلابها على الدولة وشن الحرب على اليمنيين في سبتمبر أيلول 2014 حتى هذه اللحظة. تراوحت جرائم ميليشيا الحوثيين بين القتل بالقصف العشوائي والصواريخ الباليستية وبالإلغام الألغام وبالقتل المباشر والاختطافات والتعذيب والسجون وكل صنوف التنكيل بالشعب اليمني، لكن محافظة مأرب كان لها النصيب الأوفر من جرائم الميليشيا الحوثية خلال الأشهر الأخيرة الماضية. صعدت ميليشيا الحوثيين من هجماتها الدامية على هذه المحافظة التي رفضت مشروع الحوثي الإيراني في اليمن وتصدت منذ اللحظات الأولى لهذا المشروع العبثي التدميري، وأجهضت أحلام هذه الميليشيا المتوحشة في الحقيقة. وكانت محافظة مأرب ملاذا آمنا لملايين اليمنيين الذين فروا من بطش ميليشيا الحوثيين في مناطق سيطرتها، ولذلك هذه الحملة المحمومة لميليشيا الحوثيين ضد محافظة مأرب هي في الحقيقة جزء من الحالة الانتقامية ضد هذه المحافظة ورجالها وأبطالها وضد الأحرار اليمنيين الذين اتخذوا من هذه المحافظة معقلا لصد جرائم الحوثيين وللدفاع عن أنفسهم وعن مكتسبات اليمنيين. لكن برغم هذا الصمود الأسطوري لمحافظة مأرب والجيش الوطني هناك ورجال القبائل، لكنها تدفع ثمنا باهظا هذه المحافظة بسبب الضغط الكبير الذي تعاني منه نظرا للأعداد الكبيرة للنازحين وغياب وغياب الدور الأممي والإغاثي الدولي في هذا المطلوب السياق. لمساعدة هؤلاء. في هذا السياق بالحديث عن الجانب الإنساني وإغاثة هذه الأعداد الكبيرة من النازحين في مأرب، كيف انعكس هذا الاستهداف على عرقلة وصول المساعدات الإغاثية للنازحين هناك؟ التقارير التي صدرت مؤخرا وتقارير طوال الفترة الماضية لمنظمات حكومية وغير حكومية وجهات حكومية أقصد ومنظمات غير حكومية، والتقرير الأخير لهيومان رايتس ووتش والبيانات التي أصدرتها منظمة الهجرة الدولية التي أشرتم إليها قبل قليل، نعم، تكشف الوضع المأساوي هناك في محافظة مأرب. الآن هناك أعداد كبيرة، عشرات الآلاف من الأسر نزحت داخل المحافظة لعدة مرات، نزحت في المرة الأولى من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مخيمات أنشئت في محيط محافظة مأرب، لكن هذه المخيمات تعرضت لقصف ميليشيا الحوثيين فاضطرت هذه الأسر إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق في داخل المدينة أو في بالقرب من المدينة، ثم تعرضت هذه المخيمات الأخرى أيضا لقصف ميليشيا الحوثيين بعد تقدمها باتجاه هذه المدينة واشتداد وتيرة المواجهة، تعرضت للقصف أيضا والاستهداف وسقط ضحايا في صفوف النازحين. واليوم هؤلاء يواجهون مصيرا مجهولا في الحقيقة. لا يكفي بيانات وتقارير التنديد التي تصدرها المنظمات ومجموعات حقوق الإنسان، لابد أن تتوفر إرادة دولية حقيقية لوقف بلطجة الميليشيا الحوثية وعدوانها وغطرستها بحق السكان والمواطنين والنازحين في محافظة مأرب. هناك وضع إنساني كارثي في الحقيقة، والضغوط الكبيرة للأعداد هذه على الخدمات التي تقدمها السلطة المحلية يعني تجعل الاحتياجات أكبر من قدرة السلطة المحلية في المحافظة على مواجهة هذه الاحتياجات، وفي نفس الوقت مواجهة متطلبات معركة الدفاع عن النازحين وعن السكان في محافظة مأرب. برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة تحدث عن إمكانية حدوث مجاعة
في اليمن. ما مدى صحة ذلك وما الحلول الممكنة حقوقيا وإنسانيا لإيصال ما يكفي من المساعدات للنازحين؟ يعني اعتدنا في الحقيقة على هذه المواقف وهذه التصريحات التي تطلقها بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة تحذر من الوضع الكارثي، وهناك وضع كارثي بالفعل، وهناك مجاعة، وهناك سياسة تجويع وإفقار تتبعها ميليشيا الحوثيين ضد المجتمع اليمني. نعرف أن هذه الميليشيا عندما سيطرت على العاصمة صنعاء وضعت يدها على الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وعلى أموال الدولة هناك وصادرتها. وطوال السنوات الماضية ظلت ميليشيا الحوثيين تتاجر بمعاناة اليمنيين وتستأثر بكل موارد الدولة بما في ذلك الإيرادات الضخمة من ميناء الحديدة في غرب اليمن وتجارة المشتقات النفطية وأموال كبيرة هائلة تسخرها لخدمة حربها على الشعب اليمني بالتوازي مع قطع مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة اليمنية. لكن هذه الوكالات التابعة للأمم المتحدة تطلق هذه البيانات للحصول على تمويلات فقط، لكن الأثر في الواقع محدود للغاية، ورقعة الفقر والمجاعة تتسع يوما بعد آخر، وهناك غياب إرادة دولية كما قلت وأؤكد مرة أخرى لدى المجتمع الدولي لإيقاف جذور المشكلة وأسباب الأزمة الإنسانية الكارثية والمتمثلة في انقلاب جماعة الحوثي الفاشية على الدولة اليمنية وحربها على المجتمع اليمني. لا يوجد إرادة دولية حقيقية لوقف عدوان ميليشيا الحوثيين على الشعب اليمني، ومحاولة مراضاة هذه الميليشيا وتدليلها والتعاطي معها كسلطات أمر واقع دون إجراءات عقابية صارمة ومحاسبة على جرائمها التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب طوال هذه السنوات. هذا الواقع وهذا الوضع أطال من أمد الحرب ومن أمد المعاناة أيضا، وفاقم المأساة الإنسانية في اليمن على هذا النحو الذي نراه. شكرا جزيلا لكم الناشط الحقوقي محمد الأحمدي، حدثتنا عبر خدمة سكايب من مدينة إسطنبول التركية.